تحياتي لكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة الخميس من اليمن اليوم. أحيانا تداهمنا بعض العناوين، نتأمل هذه العناوين ولكن سرعان ما نعترف بعد تأمل هذه العناوين أن في التفاصيل ما يلفت الانتباه. قد نتمكن من قراءة هذه التفاصيل، قد لا نتمكن. في الخريطة السياسية اليمنية الكثير من المجهول، الكثير من، لا أريد أن أقول التلاعب بالألفاظ وبالتحليلات، ولكن الواقع اليمني متاح لكثير ومزيد من التحليل. مباشرة معي فقرة بلا عنوان، سنتوقف عندها عند أهم القضايا التي تثير جدل وترفرف حولها العديد من الأسئلة. نبيل الصوفي، الصحافي المعروف والمحلل السياسي، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك. حاجة جريئة، أغنية لعبد الحليم، ونحن شهور حاجة جريئة حاجة جريئة حاجة جريئة. جاءت الحاجة الجريئة. هل بعد البارحة نقول لهذا الملف اسألك الرحيلة كما قال نزار قباني ذات يوم؟ هو الحقيقة ملف مهم وتقييمه بحاجة إلى تروي، بحاجة إلى جمع نقاط السلبيات والإيجابيات مع بعض، بحاجة إلى معرفة الدوافع التي وراء القرار أو وراء هيكل القرار. ما هو هيكل القرار؟ سنقول أنه من حيث المبدأ، هذه ما حدث أمس تحت مسمى هيكلة القوات المسلحة هو أحد بنود المبادرة الخليجية. وطبعا لا أدري لماذا ربط أمس قرار هيكلة القوات المسلحة بقرار تغيير أركان حرب الأمن المركزي، لا أدري يعني. هناك قضية اسمها هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمنية، هذه لم تفتح ولم تبدأ، لكن حدث قرار عرضي وهو تغيير أركان حرب الأمن المركزي. لكن فيما يخص القوات المسلحة، صدر قرار. القرار هو كان كالتالي: شكلت لجان للحديث حول موضوع الهيكلة، تعمل، هي لا زالت تعمل في الميدان. جاءت فكرة عارضة وهو إنشاء تنظيم ندوة للنقاش، دعية فيها أشخاص عاديين غير ذي صفة تشريعية، يعني مجرد خبراء يتحدثون في هذه الندوة بطريقة عادية. عقدت الندوة، ثم بعد ذلك صدر قرار بتشكيل لجنة سميت لجنة فحص أوراق الندوة هذه برئاسة اللواء القاسمي، هو نائب رئيس هيئة الأمن العامة، هو شخصية في النهاية خبير عسكري وشخص له مكانته ووزن. هذه اللجنة، لجنة الندوة، أصدرت تقرير، رفعت تقرير لرئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، وقالت له الصورة بشكل عام، ملخص ما نوقش في الندوة، واقترحت عليه كثير بعض الإجراءات، ومن ضمنها كانت ترتيبات لما يتعلق بهيكلة القوات المسلحة والأمن. أمس هذه الوثيقة، وثيقة الندوة هذه، اعتبرت أحد في ديباجة أحد يعني القرار الرئيسي له، أنه وبناء على الندوة العسكرية الفلانية الفلانية، مع أنها طبعا الندوة في النهاية لا تؤخذ بها كمصدر كمرجعية. في الأهم أن القانون صدوره خطوة مهمة جدا، مش القانون، أقصد اتجاه نحو موضوع الهيكلة، توجه صح، في غاية الأهمية، ويجب فتح هذا الملف، وكان يفترض أنه فتح من فترة مبكرة. المشكلات التي أنا أفترضها، أنه أولا صدر موضوع الهيكلة بطريقة صراعية، يعني يفترض أنه الآن يتحدثون عن تسوية تسوية تسوية، هناك تسوية وكل شيء من أجل المبادرة. المبادرة سوت الصراع، يعني اشترطت أن يكون أن يتنازل الطرفين، والطرفين هنا ليس عبد الرب منصور هادي، عبد الرب منصور هادي هو رئيس توافقي. الطرفين هنا المؤتمر الشعبي العام وحلفاء واللقاء المشترك وحلفاء وشركاء، هذول الطرفين اللي المبادرة تحدثت عنهما. يفترض أن يتوقف الصراع بينهم بحيث أنه أي قرار آخر يصدر لا يكون معرض للصراع. في النهاية للرئيس عبد الرحمن الصهادي معه سنتين ونص، معه 3 سنوات، يأخذ 3 سنوات بالطول والعرض، يصدر القرارات كيف ما يشاء، لأنه في النهاية هو رئيس الجمهورية الآن ليكون. نعم. وللطرفين أن يتحاوروا في كل خلاف يخصهم، وبعد ذلك يستعدوا لمرحلة. نعم، رغم أن القرار نبيل عسكري، لكن الجدل كان من أقلام مدنية يفترض. المؤتمر الشعبي العام لم يعلق، اللقاء المشترك لم يعلق. لا، حتى في الفيسبوك كان، أنا قرأت لك تعليق، قرأت لي أستاذ نصر طاهر مصطفى تعليق في جدل، رغم أنه الأقلام مدنية، مش عيب طبعا واحد مدني، لكن يبدو لي حتى القرار أمس معقد، مش معقد من حيث التسلسل، فهمه يتطلب عقلية عسكرية. غريب ولا طبيعي أنه قوة مدنية تحلل قرار عسكري كالذي صدر أمس؟ هو قرار صراعي وليس قرار تسوية. هو قرار صراعي يستخدم، يقوي طرف ضد طرف،
يلغي طرف بالأصح، يلغي طرف من أمام أعين رئيس الجمهورية. يعني يلغي تماما، أنا لا أتحدث عن أنه يلغي طرف معناه أنه لم يعينه في مناصب، لا، أتحدث عن أنه يسمع رأيه. إذن تتحدث عن أطراف، إذن لابد أن تسمع هذه الآراء. أمين عام التجمع العلمي للإصلاح قبل 3 أيام في قناة الجزيرة يقول عن هذه القرارات. إذن كان يفترض أن قيادة المؤتمر الشعبي العام أيضا تكون لديها علم بهذه القرارات. لكن لا، طرف آخر فقط هو الذي يعني كان القرار مفاجئا لجهة وكان منتظرا. هو غير مفاجئ، يعني أنا سمعت من قائد الحرس الجمهوري قبل أكثر من 15 يوم أنه التصور الأول لتقرير لجنة الهيكلة يقضي بهذه النقاط، ومن ضمنها إلغاء الحرس الجمهوري. ويومها قلت له طيب هذا شيء سيء، يعني قال لي لا، هذا يعني مقبول إذا كان يعني ستكتمل من خلاله ترتيبات وضع القوات المسلحة. الحقيقة نحن بحاجة أن نقف إلى أمام بعض النقاط. النقطة الأولى أنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرحمن منصور هادي أصدر القرار بصفة وحيدة، لم يعني هو قانون وينظم أهم مؤسسة داخل البلاد. هناك طريقتين للتنظيم القرار، الطريقة الأولى هي الطريقة الدستورية التقليدية أنه يعمل مشروع لمجلس النواب، مجلس النواب يقره. وهناك نقطة تتعلق وفقا لآلة المبادرة، والآلة المبادرة أعطت اللجنة العسكرية العليا حق مثل هذه الإجراءات. فخامة الرئيس عبد الرحمن منصور هادي حفظه الله لم يعترف لا بالثورة ولا بالدولة، وأصدر قرار هو لوحده، لا بناء على اللجنة العسكرية ولا بناء على مجلس النواب، وأصدر هذا القرار. فليكن اوكي، صدر قايد على قوات مسلحة. نعم، انا ما اعتقدش بيقع في الفخ هذا من حيث انه اصدار القرار يجب ان يكون بناء على شيء. نعم، هو عسكري معروف عسكري. نعم، لا، لا علاقة له. لا علاقة له بالله. هل انت قلت اليوم في الفيسبوك انه مش عندنا وزير دفاع؟ لا، هو الذين يقولون انه لم يعد هناك حرس او لم يعد هناك فرقة، فانا اقول لهم اذا ولم يعد هناك وزير دفاع، لانه قال وزير دفاع ترتيبات رئيس هيئة الكهنة العامة ونائب رئيس هيئة الكهنة العامة. دعني اكمل النقاط المهمة. هذه ملاحظتي الاولى. الملاحظة الثانية انه القرار هو مقدمة لإعادة تقسيم القوات المسلحة. لم يكن هناك أي مبرر لإنشاء لإخراج كتلة اسمها قوات العمليات الخاصة وألوية الحماية الرئاسية. هذا هو الحرس الجمهوري الجديد للعهد الجديد، بدل الحرس الجمهوري القديم للعهد القديم. وهذه مشكلة كبيرة. إيش معنى التوحيد؟ توحيد القوات المسلحة والأمن اللي كانوا يتحدثون الناس عنها، كانوا يتحدثون عن أنه لابد كل القوات المسلحة في اليمن تتعامل بنفس المستويات وتتبع وزارة الداخلية. أمس القانون وهو يشرع بشكل صحيح إلى تقسيم القوات المسلحة في اليمن إلى 7 مناطق استثنى نفس النواة التي كانت الحرس الجمهوري السابق وألحقها مباشرة برئيس الجمهورية، ولم يسمي قائد محدد لها. يعني لازل كأنه في نهاية الآن الرئيس عبد الرحمن منصور هادي لديه مسؤوليتين، مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة العامة ولديه قوة خاصة برئيس الجمهورية تدير ألوية الصواريخ والصاعقة وثلاث الألوية اللي سميت ألوية الحماية. طيب، اللي بيتابعنا الآن نبيل، يعرف نبيل كاتب سياسي محلل سياسي، ناقشت هذا الموضوع مع عسكريين؟ أنت تتكلم الآن وكأنك متخصص في الجانب العسكري. لا، نحن نناقش الآن من منظور سياسي ومنظور إداري، منظور تشريعي. حتى الآن لم تفتح مطلقا مناقشة وضع القوات المسلحة بطريقة عسكرية بين العسكريين. وهذه لها خبراءها ولا؟ نعم، هذه هي التي الآن ستبدأ الهيكلة في اليمن. طيب، في فراغات في القرار، بمعنى أنه في بعض مسميات لا يوجد قرين لها أسماء، هي كموضوع القرار. شعرت ان في بعض فراغات. نعم، لا، هو مفتتح لهيكله المشروع، هيكله القوات المسلحه، وليس هيكله الذي صدر بالامس، هو مشروع. مشروع يقر. هي اللجنه هذه اوصت رئيس الجمهوريه بمجموعه اجراءات، من ضمنها مثلا تعديل قانون الخدمه العسكريه، من ضمنها اصدار هذا القرار الاقرار، لانه معطوه 3 مشاريع لاقرارها. فاقر هو الاعتماد على 7 مناطق على توزيع القوات المسلحه في اليمن، على 7 مناطق. إذا من الآن، وهو قرار 4 سنوات، من الآن إلى مدة 4 سنوات سيتم إعادة توزيع ستبدأ هيكلة القوات المسلحة من الآن. هذه الهيكلة ستعني إعادة توزيع القوات لتشمل 7 مناطق، ثم تطبيق النظم الإدارية والمالية والمحاسبية المختلفة على هذه الأشياء. الهيكلة هي بالأساس مشروع يستهدف تحسين الأداء الإداري للقوات المسلحة في اليمن. القوات المسلحة في اليمن تعاني من مشكلات، مثل حقوق الجنود. الجنود ليسوا فقط المسألة تتعلق بالمرتبات. يعني هذه نبيل ليست آخر ورقة جريئة، وإحنا نستخدم كلمة جريئة بناء هذا على تصريحات مفتتح. وهذا بناء مفتتح على تصريحات جمال بن عمر، ورقة جريئة. لا، هذا مفتتح فقط. هي جرأتها، لا، هي استخدمت اسم الهيكلة لتمرير قوانين لخدمة طرف سياسي ضد طرف سياسي آخر، لكنها لا علاقة بهيكلة. يعني كان لم يكن محتاج رئيس الجمهورية لربط إنشاء وحدة عسكرية خاصة في برئاسة الجمهورية
بموضوع الهيكله كان يفصل بينهن وتصدر في قرارات مختلفه. ما يتعلق بقائد الحرس الجمهوري مثلا وباركان الامن المركزي باعتبارهم ينتهوا تنتهي اسمائهم باسم صالح، وهناك مشكله لدى لا زال مع طرف سياسي انه صالح هذا لا يجب ان يتم التعامل معه كما تعامل مع كل الاطراف السياسيه الاخرى في كل معارك الصراع، انه لابد يخرج ويخرج خارج البلاد، يعني يشتروا يرجعوا اللي خارج ويخرجوا اللي داخل يعني. فلابد اذا كانت معالجتهم كانت تتم بطريقه اخرى، اما ان يتم بنفس قرار جريء حقيقي ويقول تعيين شخص بدل قائد الحرس الجمهوري للحرس الجمهوري وفي النهايه يدخلوا هذه النقطه، او القول هي مشكلة الرئيس عبد المنصور هادي أنه لا يقول للطرف الآخر، ولأنه في نهاية هو قال للمؤتمر الشعبي أنه عليه ضغوط، وقد تتفهم أنت هذا القانون مثلا أنه اللقاء المشترك اشترط أنه لن يدخل الحوار من دون هذا القرار. الرئيس عبد المنصور هادي للأسف لا يبدو أنه يقول للمشترك أبدا لا، لا يزال يعتقد أنه الثورة هي المشترك وبالتالي لابد أن يراعي الثورة فيقدم لها ما يشاء. يعني من ضمن النقاط مثلا كان يقول له في لجنه الحوار، اللجنه الفنيه للحوار كان يفترض على الاقل ان يكون فيها شخص مثل احمد بن دغر، فقال لهم الدكتور ياسين سعيد النعمان حلف يمين ما يدخلش اللجنه الفنيه للحوار اذا احمد بن دغر فيها. طيب وانا مالي؟ وانا مالي يعني. نعم يعني هو لا يعني طيب راينا امس نوعين من الترحيب، في ترحيب بحكم وازع ربما تاكيد انه نحن في الاخير جنود لهذا البلد، وفي ترحيب من الطرف الذي يبدو انه كان عارف هذه القرارات لكن نوعا ما مبالغ فيه. اتحدث عن ترحيب علي محسن في قناه الجزيره، لمس شيء في الترحيبين؟ اللواء علي محسن حفظه الله يرحب دائما باي قرارات، لم يعرف في تاريخ العسكري مطلقا انه رفض علنا اي قرار، هو يرفض عمليا، اما من حيث الموقف العلني لا يرفض هذا الرجل اي قرار اي قانون. يعني صدر قانون البصمه في القوات المسلحه والامن وهو كان اهم خطوه اصلاحيه، وهو كان احد اسباب الارباكات اللي تمت هذه. قانون البصمه ان يكون للافراد قانون البطاقه ان يستلم لكل جندي مرتبه ببطاقه محدده، هو لم يقل شيء، كثير اطراف اعترضت واللواء علي محسن حفظه الله موافق على القانون لكنه لم يدخل باب الفرقه، هو ذي طريقته في العمل دائما يرحب لكنه لا ينفذ. يعني لمست انت في التصريحات امس ربما التكرار لبعض الاشياء التي ذكرت جزء منها؟ نعم هي قلت لك انا هي النقطه انه استخدم في تحول في قضيه صراعيه ايضا، هذا طبعا حتى لا يكسب منه عبد ربه منصور هادي. يعني يقولون يتخذ قرار كان يفترض ان يهيئ جو للتسويه، حتى هذا القرار لانه في النهايه الجيش الحرس الجمهوري ليس ملكا لاحمد علي عبد الله صالح، والامن المركزي ليس ملكا لمحمد عبد الله صالح في النهايه، ولا هو ملكا لعبد الله منصور هادي ولا لعلي محسن ولا شيء، في النهايه هذه مؤسسه عسكريه الناس يتحدثون حول تحسين وضعها الاداري، اذا لابد ان تكون اجراءات توافقيه عامه. هناك حديث يعني الان مثلا هناك صراعين نقطتين مثلا انه لا علي محسن وقواته غير وطني، والطرف الاخر يقول لا علي احمد علي وقواته غير وطنيين. يعني ايش معنى الوطني؟ احنا لدينا قوانين نريد ان نطبقها فقط. ان نطبق قانون الخدمه العسكريه، نطبق قانون الرعايه الطبيه للقوات المسلحه، نطبق هذه القوانين على الجميع. طيب في قرارات امس نبيل في اقالات ضمنيه؟ يعني في اسماء لا مثلا امس لا اقيل ما عاد فيش فرقه، هل في اقالات ضمنيه ام انه نعم القرار حمال اوجه في زوايا؟ ليس هناك قرارات لا حمال اوجه ولا هناك قرارات ضمنيه، القرار واضح جدا. اقالات؟ ليس هناك اقالات، القرار واضح جدا، استقطع من الحرس الجمهوري عدد من الألوية وضمها للرئاسة الجمهورية، هذا هو القرار الجزء العملي منه. مع بقاء القرار هو نعم مع بقاء مكون الحرس الجمهوري. نعم هناك سبعة ألوية الآن، سبعة ألوية ستظل تتبع أحمد علي عبد الله صالح إلى أن يتم ترتيب وضع المناطق في اليمن، هذه في النهاية موجودة. بالنسبة للفرقة؟ نفس المسألة، الفرقة في جنود، الجنود يستلمون مرتبات كل شهر ولديهم أسلحة، هناك على فكرة يعني منحة خطير جدا في الحديث عن أنه هذا القرار إلغاء إلغاء، يعني كأنه يقول للجنود في هذه المعسكرات كل واحد يشيل سلاحه ويروح البيت. هذا غير صحيح، في النهاية هذه وحدات لديها استحقاقات ومن ضمنها أن لديها قادة. القادة هؤلاء لم يسمى اسم بدالهم، لو كان مثلا صدر الان قرار انه تشكيل المنطقه كيف ستشكل المناطق العسكريه؟ ستشكل انه المنطقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسه والولايات تبعها الالويه الفلان والفلان 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 والفلان، وربما ان تكون هذه الالويه بقيادتها الحاليه او يعين في نفس القرار وفلان الفلاني ويقودها يعني اللواء الفلاني ويقوده القائد الفلاني يتبعون المنطقه الفلانيه، هذا لم يتم الامس. الامس قرارين وليس قرار واحد، القرار الاول ما يتعلق بالهيكله هو افتتاح فقط مشروع الهيكله. وهنا وانا بالنسبه لي يعني اشعر انه قلق جدا. امس اسالك الرحيله لهذا الملف. ليست ورقه نهائيه. لا 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 ليست ورقه نهائيه واتمنى الا تدار بقيه الاوراق. طيب التوقيت هل سبق 48 ساعة مما يقال في العالم الآن من أن الكون سينتهي غدا الجمعة؟
أنا إذا أردنا أن نربط السخرية ببعض أنا قلت أنه حديث عن انتهاء العلم هذه مؤامرة على على العهد الجديد، على حلفاء الحكم الجديد، يعني أنه في النهاية ما عاد بيستمرش يحكموا، بالتالي العالم كله يتآمر مع الرئيس السابق، يعني لصالح الرئيس السابق، حتى الظروف الغيبية هي أصلا تعمل مع رئيس المؤتمر الشعبي العام من أجل تحديد النظام الحالي. ليس في القرارات لا النقطة الوحيدة فقط أنها لم ككل القرارات السابقة لم تقدم بثوب تسوية. يعني ناس يتكلموا وكلهم يتكلموا عن تسوية على فكرة، يعني هذه تسوية من ما يعني تسوية إيش هي؟ التسوية هي أن يتوصل الناس لحل وسط بين طرفين متخاصمين. هذا مش حاصل، هذا مش حاصل على الإطلاق. طيب نحن نبيل كإعلاميين الآن أصبح من خلال نستعيد بعض الصور، إذا رأيت جمال عمر مبتسما فعليك أن تنتظر نشرة التاسعة بتشوفه. هذه نقطة، أحيانا يعني يكون بن عمر وسبيل الأمريكي مع بعض يبتسموا في النشرة 3:30 في الفضائية، فتشعر أنه في القادم، وعندما يكون بن عمر في المؤتمر ومع قيادة المؤتمر طبعا تشوف ملامح أنت كيف. نعم. يعني نتكلم الآن بطريقة تحليلية وهي مهمة هي الحقيقة جمال بن عمر في تقريره الأخير لمجلس الأمن قال جملة جيدة، وهي أنه التسوية في اليمن اقتضت أنه بدل أن تكون المسألة تغيير شخص، هو أن تشهد اليمن تغيير مؤسسي، تغيير مؤسسي للديمقراطية، للتعددية، لغيره. في التطبيق لا يفعلون هذا الأمر. أنا زرت أمس رئيس المؤتمر الشعبي العام بعد القرارات، قلت استوحي ما هو الموقف لديه، يعني كان يضحك عن النقطة، يقول له هذا قرارات العسكرية في المبادرة، نقول له احنا موقف المؤتمر الشعبي العام، قال المؤتمر الشعبي العام معركته مش في الجيش، سياسه معركته في، نعم انا بالنهايه الان اسمي رئيس المؤتمر الشعبي العام وليس اسمي رئيس القوات المسلحه، القوات المسلحه الان هي اداه عبد ربه منصور هادي لحفظ الاستقرار، ان عبث عبد ربه منصور هادي بهذه الاداه هو يتحمل المسؤوليه. طيب جمال بن عمر قال في تغريده ان القرار امس انسجاما مع قرارات مجلس الامن، هذا في شيء اخر، شوف في شيء اخر اسمه رئيسنا دقهم باركوا له، هذه هكذا تحصل، لا أدري لماذا، يعني لا يناقش أي شيء فقط، وبعدين بعد ذلك يرجعوا يحبطوا، يعني هانوا في سوما اللي يرفعوا الشعار هذا بعد شهر يرجعوا يحبطوا، وأنه بحاجة عبد الرب المنصر هذه بحاجة أنه يعمل لهم قرار أيضا مغذية جيدة علشان ما يحبطوش مرة أخرى ويستمر على هذه الدورة. ناقشوا القضايا بهدوء، ناقشوها ببصيرة، ناقشوها انسوا تماما أنكم تخوضون معارك بالطريقة القديمة. طبعا هو أنا الآن مثلا من 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 التوجسات أنه نعم هم الآن يأخذون هذه الألوية من الحرس الجمهوري، تقريبا نصف الحرس أخذوا، إذن هم الآن يهيئون بعد ذلك بحيث أنه إذا الرئيس علي عبد الله صالح أصر على البقاء طرفا في العملية السياسية يتم تهديده بالقوات المسلحة. وهذه لعبة سمجة وغبية لن تحقق شيء في النهاية. الرئيس علي عبد الله صالح كان بيده هذه القوات وأدرك أنه لا يحقق نصر بالقوات المسلحة، فلم تعد القوات المسلحة وسيلة لتحقيق نصر سياسي. نعم أنا وأنت تفضل. هي من هنا نريد أن نقنع الناس جميعا أنه ماذا لو أبعد أحمد علي عبد الله صالح من القوات المسلحة كلها؟ هي نحن الآن نناقش عبد الرؤوف منصور هادي ووزير الدفاع وغيره، أنه ليس مهما أن تهدموا الجيش السابق باعتبار أنه كان للنظام سابق، كنتم قادة لهذا الجيش، وزير الدفاع هو كان وزير الدفاع نفسه. المهم هو هل تضمنون أنه هذا الجيش يعاد بناؤه؟ يعني الآن أنا أشعر بالقلق من أن الجندي اللي في عدن وفي الحيمة وفي حجة وفي صعدة وفي أطراف الحدود، هذا الجندي المتعب الذي لا تصله ترقياته ولا تصله تغذيته ولا ولا ولا, ولا تطبق، ليس في الجيش عدا الحرس الجمهوري، ليس هناك نظام مخزني للسلاح. هذه النقاط هي نقاط الهيكلة المهمة يا أخي الكريم، حولوا قضية الهيكلة إلى نقاش حول صواريخ سكود، وكأن معانا احنا مخزون استراتيجي من صواريخ سكود، هي صواريخ قديمة يعني كانت في 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 الدولة الجنوبية ثم حولت إلى مخازن تستخدم ضد مين؟ ضد الصومال. لمن تستخدم؟ يعني يقول لك سيضرب صنعاء، تخيل أنت صواريخ سكود يعني سيضربوه للسحاب علشان يسقط يرجع مرة أخرى. لا صحت تقنيتنا العسكرية هي من دولة لدولة ما استخدمت حتى. نعم إذا النقطة معانا الهيكلة هي تستهدف ضبط عدد حبات الرصاص في اليمن، حبات الروتي الكدم. هذه اللي هي المليارات. طيب. حق الجيش اللي يتم تدويرها، هل سيصل هذا القانون؟ الآن هنا الآن هنا جيشين في اليمن بوفق القرار حق أمس، جيش الشعب وجيش الدولة. جيش الدولة اللي هو تبع فخامة الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي، وهو كان قانون ما يشيش جيش، بس الآن ربما أقنعته الأطراف إنه يكون معه جيش. الآن هنيئا بهذا الجيش، يهمنا الآن إنه جيش الشعب لا يستمر بتلك الطريقة القديمة اللي كان يسلم، يبقى خلاص إنه ما عاد يقدروش القادة. يعني الهيكلة تقتضي مثلا تناقش حتى ما يتعلق بمستحقات الرتب. يعني الآن مثلا كل لواء يفترض أنه له كذا بنزين بترول كل أسبوع، وكذا تغذية كل أسبوع، وكذا الهيكلة الجديدة والخبراء الأجانب هذول اللي قدموها قدموا نقطة أنه يسأل، يعني يقول لك لواء يفترض معه سواق مثلا ومرافق. طيب نحن كمراقبين كإعلاميين نقول كمواطنين، في ثلاثة من أمناء عموم الأحزاب
في احد الفنادق الفخمه في قطر، وقبلها بساعات كانوا على قناه الجزيره، وكانت لغه التهديد واضحه. انا كمواطن هذه الصوره مع الخبر الاول، يعني ترك موضوع مصر في الجزيره وترك موضوع سوريا، واصبح قرار يفترض ان يكون عسكري داخلي في اليمن قرارا اوليا، انا على المستوى الشخصي لاحظت نوع من التنظيم. يعني هناك ارضيه فرشت لي قرارات امس، هل يعني انت نبيل وانت تشوف ثلاثه من منعم الاحزاب وقالها عبد الرب الانزي قالها في الحوار، قال انه هناك حزمه قرارات ستصدر قريبا، وسالوا المذيع انت تعلم بهذه القرارات، فقال هذه لا يعني مساله، لكنه قالها بشكل علني ان هذه القرارات تصدر، وهذه مشكله كبيره. هو تم ترتيب، وطبعا القرار ترضيه، فيه ترضيه او محاولة إقناع اللقاء المشترك أنه لا يقاطع عشان الحوار، لأنه باقي الحرس الجمهوري، إحنا نفصل الحرس الجمهوري نصين علشان اللقاء لا المشترك. أنا اللي فزعني أنه بعد القرار بساعات يتجه الثلاثة القادة مع تحيتي لهم ليقولون لمسؤول قطري ماذا قلنا لك، نحن نعرف ماذا يدور في اليمن، لقد وعدناكم سلفا بأننا ماضون. هذا الشيء اللي المواطن العادي، وانا مواطن عادي قد لا استطيع ان اتقبله. وليست الاحزاب مستفيده من هذا الذي حدث، لا التجمع من الاصلاح ولا الحزب الاشتراكي، ليس هناك اي طرف سياسي مستفيد من هذا الذي حدث، مفترض شؤون القوات المسلحه. ايش تفسيرك للهجه الحاده للدكتور ياسين وللعتواني ولمع حفظ الالقاب وفيما يتعلق بمساله الهيئه انه لن نذهب الى الحوار؟ استقبلهم عبد الرب منصور هادي، استقبلهم الرئيس وقال لهم اوكي، حاول يعمل لهم ترضيات ليكن هم بالنهايه كل خطابهم. يعني انا الان اريد ان افهم مثلا ما هي مصادر قوة الرئيس السابق؟ طيب أنت فكرت لماذا ثلاثة من أمناء العام الأحزاب؟ أين الثلاثة الباقين؟ الدكتور المتوكل قال لو كان المجلس المشترك موجود لكنا ستة موجودين. هم ليس اللقاء، هي ترتيبات انتقائية، وهي جزء منها قد تقول أنت حتى انعدام ثقة بين الأطراف المختلفة، كل واحد في النهاية لازم يحضر ويقول ومش عارف. أنت لاحظت نبيل اليوم لا مبالاة شعبية بالموضوع، يعني كأن المواطن يقول أنا قضيتي في مكان آخر. والمؤتمر الشعبي اليوم عقد اجتماع برئاسة رئيسه علي عبد الله صالح. ما كانش في تعليق في البيان. لم يناقش هذا الموضوع على الإطلاق، يعني في النهاية ناقشوا قضايا أخرى، وهو هذه النقطة أنه خلصتم أوراقكم، يعني آخر ورقة تقولوها أنه باقي طيب الآن اتجهوا إذا للناس. طيب الجيش فيها 200,000 واحد. الذي يعني يصر تحليليا وبعض المراكز العسكرية على إعطاء الجانب العسكري أهمية وقيمة، هل يهرب من الطريق السياسي؟ لا، غير مهتم بهذه القضية، لا يعتقد أنه يعني يستطيع. أنت قلت الآن المؤتمر الشعبي العام كأنه يقول أنا ما أذكرش في البيان، أنا طريقي معني بالموضوع السياسي. هي الأحزاب هذه الطرف الآخر الذي يرفع ذاك الجبل، يرفع الموضوع العسكري والملف. نوع من الخداع، هو نوع من الالتزام للخداع، هم لهم فترة طويلة يعبون الناس أنه إحنا كنا بننجح بس هذا المشكلة، وبالتالي هو نوع من البحث عن الأعذار، وسيستمرون في هذه النقطة. طيب لن يتوقف. سياسيا المؤتمر الشعبي العام نبيل في وضع مريح، لماذا؟ بسبب إيش؟ ليس بوضع مريح، لا، لكن هو المؤتمر الشعبي العام قد يكون عنده قلق من ناحية سياسية، قد يكون عنده قلق متصاعد من حيث انه تقسيم الجيش بهذه الطريقة يضعف الجيش، وبالتالي يبقي ظهر البلاد يعني في النهاية بيد الميليشيات المسلحة، والميليشيات المسلحة هذه قد تكون حتى جزء منها من داخل المؤتمر الشعبي العام، لكن المهم انه القرار اضعف القوات المسلحة، لكن هل بإمكان ان يناقش هذا الموضوع بطريقة او بأخرى؟ المؤتمر الشعبي العام باجتماعه اليوم يقول للناس انه اوكي الآن معنا الحوار، أنتم تقولون لن تدخلوا الحوار بالله بالهيكلة، أصدر الرئيس الآن قرارات الهيكلة، تعالوا إذن الحوار. هذه هي النقطة، هو من باب أنه يعني يمشي وراء الحزب. لا لا، طيب بنك الأهداف يعني في الطرف الآخر ينضب ولا في مفاجآت؟ العجز يبقي الباب مفتوح، العجز بقلب مفتوح، ما لا أدري، يعني في النهاية هو ما لم يقل الرئيس عبد الرب منصور هادي لهذه الأطراف أنه يكفي فلن يتوقفوا، والرئيس حتى الآن لا يقولها للأسف، لا إعلامه يقولها ولا هو يقولها، لا أحد يقول لتلك الأطراف أنه أنتم تحدثون عن تسوية، التسوية هي بين اثنين، أنا في النهاية يعني مش داخل بينكم، أنتم طرفين لازم في هذه القضايا تناقشوا وتوصلوا لحل، أما لا، هذا لا يقل لهم حتى الآن، كل نقطة يشترطوها تمشي، كل نقطة تشترط يعني يقبل بها. ولو أنها ستنفعهم كان جيد، لكنها يعني ما طيب. ما الذي سيعني قرار شيء؟ قرار أمس تقديريا نقول افتراضيا لم يكن هناك في حد أدنى من وفاق، ربما الكثيرون لم يطلعوا عليه، وفاق بين رؤوس معينة، أم كان مش مفاجئا لجهة، لكن ربما التوقيت وفي طرف كان وعلى الجزيرة على أن كان يعرف هذا الموضوع، وحتى ظهور علي محسن على الجزيرة واضح أنه كان مستعد وعارف أنه من حيث أقصد آليا المواطن يعني يسأل
نعم. المواطن يسأل يقول ربما في مرحلة أو نقطة من وفاق ما، وباقي الأشياء هي عبارة عن قشور لتمرير الموضوع. أي مشروع لهيكلة القوات المسلحة كان لن يخرج عن هذه الطريقة، إما أن يقرر إنشاء 7 مناطق أو في النهاية ما دام نص على موضوع الهيكلة في المبادرة الخليجية، فإذا الصورة فيه ليست معقدة بهذه الطريقة. كيف ستهيكل الأمر؟ هو النقطة كيف ينظر هذا الطرف للهيكلة وكيف ينظر هذا الطرف للهيكلة. هذا الطرف للهيكلة عنده النقطة أنه بعيده فلان وبعدها نسد، تستمر بعد ذلك الآلية الخربانة في 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 إدارة الجيش. ما يهموش إن هذا موضوع يهم عبد الربو مصر هادي، هم الآن يعني يقول لك الجيش ينتهي، بعد هذا موضوع قضية يخص عبد الربو مصر هادي ما يخص الأحزاب الأخرى. والطرف الآخر يقول لك هيكل، وهذا نطبقوا عليه القانون. يعني من الـ من الـ من الـ من الـ من السخرية في هذه البلاد إنه في النهاية الطرف غير الثوري الآن هو الذي يقول طبقوا إجراءات قانونية في إصلاح وضع القوات المسلحة، طبقوها، والطرف الآخر يقول لا لا لا، في النهاية هم معه هدف شخصية مباشرة وهو غير متفق عليها. يعني الحديث عن أنه الطرف الآخر الذي هو اللي كان قوة الثورة ليست متفقة على هذا الأمر، في النهاية الآن الأمر هو طيب. بين بعض الاستحداثات كانت مبررة أنه بعد القرار الطرف الآخر الذي يصور بأنه معني بهذا الموضوع كان هادئا، وجزء منه بعد دقائق في الفيسبوك رحب واعتبر، لكن بعض الاستحداثات رأينا نقاط في 60. نعم فرقة نعم نعم. يعني هل كانت مبررة أم أنه الموضوع هو يعني الترحيب بهذه القرارات مقابل من اللي رفضها عشان ترحب بها؟ يعني هو دائما يعني هذا ثمن إعلامي، نرحب بعدين نتفق نسد. يعني استحداث النقاط اليوم كانت غريبة، يعني هذا الشدة في الأمر غريبة، والفرقة أيضا لاحظ هو فرقة، والحديث في نفس الوقت أنه لا ستضرب أبراج الكهرباء والمياه والغاز والنفط وكل شيء ستنتهي، ركبوا صورة في رؤوسهم ولا أحد الآن مستطيع أنه يخرجهم من هذه الصورة، يخرجوا من هذه الصورة لكي يتروا المسألة بطريقة أخرى. هم يريدون تسوية لكن لا يحقق الطرف الآخر منها أي إنجاز، ومستعدين يظلون على هذه الدورة. يعني من أجل ألا تحصل أنت على إنجاز التسوية هي نحن. يعني هل فطن المؤتمر أخيرا أنه عدم التعليق هو لم يعطي ثمرة مجانية للآخر؟ يعني ربما السكوت قد يربك الآخر، نتكلم من ناحية السياسية. لكن عندما لم يعلق المؤتمر في بيانه هل منع ثمرة قد يستخدمها؟ وقد يكون فقدان الأمل بحسن إدارة العلاقة مع رئيس الجمهورية، أنه خلاص نحن الآن لم نعود هذا الملف يعنينا، وبالتالي هذا موضوع يخصه كجيش، نحن حزب سنعمل في سياقنا وانتهى الأمر. يعني جزء منه كذا، وجزء منه ربما يحقق هذه النقطة. هو قال أمس الرئيس المتنقل، قال أنا بالنسبة لي إذا كان أقول له طيب، قال نحن ندعو إذا كان في شيء حد يعمل، لا نحن ندعو للتهدئة، ما فيها شيء يعني مسألة في النهاية هذا. طيب من الآن إلى مؤتمر، إلى طاولة الحوار، إلى الساعات الأولى أو النهار الأول من طاولة الحوار، هل الطرف الآخر يراهن على التآمر؟ بمعنى أنه الآن قردنا ما كنا نعتقد أنه قوي، الآن قردنا من أدواته، هل الآن إذا نبدأ فترة أنه الآن أصبحنا أقوياء ولنا أنياب بتخربش، يعني هل نبدأ في أم أنه قبول بالتسوية السياسية؟ سنرى ما الذي سيكون. البلاد كلها لا تزال البلاد كلها معلقة بيد مجموعة من الناس موقفهم لم يتغير من سنة ونص، وإنما فقط أنهم لا يستطيعون تحقيق هذا الأمر، يقبلون بالتنازلات، ثم يحاولون يتعاملون بالطريقة اللي كانوا يقولون هي طريقة الرئيس السابق. طيب القذف بملف اليمن إلى الواجهة كخبر أول، هل في ممكن أن نربطه بمعنى التخفيف من التركيز على مصر مثلا، وفي طرف في اليمن وفي طرف في مصر، تعرف أنه الجذر العقائدي والسياسي واحد، هل يمكن لما تقرأ أن نذهب خيالنا السياسي إلى هذا الموضوع؟ حينما تقرأ مذكرات بعض الزعماء العرب أو من كانوا مرافقين للزعماء العرب طيب ممكن بس استأذنك لأنه الشيخ سلطان البركاني معنا على. يا شيخ مساء الخير. مساك بالخير والخيرات. تفضل يا شيخ. شكرا لك وللنبيل، واعتقد ان ما تثيرونه اليوم امر مهم جدا، وفعلا اتفق مع الاخ نبيل انه هذا الموضوع لم يكن قبل ان يذهبوا الى قطر كان كل شيء معلوما، وانا كنت لدى رئيس الجمهوريه قبل اسبوعين عندما وقع على المشروع الخاص بالهيكلة، ويوم أمس أيضا الظهر كنت 11 لدى رئيس الجمهورية. أوكي. وكنا نعلم كل التفاصيل، لكن الآخرين كما قال الأخ نبي أول استحداث تحدث عنها، حتى السفارات في حالة استنفار، والكل بأن حرب الليلية ستتم بعد صدور هذه القرارات، يعني خلقوا انطباع سيء لدى الآخرين، ويبدو لي أنهم كانوا يعتقدوا لكن هم يدركوا أن رئيس الجمهورية أيا كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو صاحب القرار فيها، وأن
أي طرف كان لا يمكن أن يكون إلا عاملا في إطار يعني يعمل في هذا الاتجاه. ويعني إذا كان المؤتمر اليوم كما حاول البعض أنه لم يشر في بيانه، المؤتمر كان على اتفاق مع رئيس الجمهورية وكنا على تواصل في كل اللحظات وكنا نعلم القرار حتى قرار الأخ يحيى محمد عبد الله صالح كان معلوما، ما كان شيء مخفي علينا. ويحيى كان ببرقيته وما أشار إليه الأخ نبيل أمس كان واضحا أن قائد الحرس قد أبلغه هذا الكلام قبل سفره بكثير. نعم شيخ، اليوم نتمنى أنه خلاص العذر الذي كان قائما والعذر الذي كان يردد والعذر الذي كان يهول به توحيد الجيش بقي. صحيح أنه بقي من كلمة توحيد، لأنك لو عدت إلى المبادرة الخليجية وتعني عودة العسكر إلى سكناتهم، خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء بأسلحتها، هذا الجزء لا زال باقيا. والرئيس أنا كنت أتكلم معه اليوم بأنه أسقط كل الرهانات التي كان الآخرين يريدوا أن يعيقوا من خلالها مؤتمر الحوار. نعم بعد ذلك بقي. نعم الشيخ، نحن الآن الطريق ممهد ربما للذهاب إلى مؤتمر الحوار. نعم من جانبنا أقول أن أولا نحن في المؤتمر عندما أقول لك عندما عدينا عندما كنا نعد الآلية كنا ندرك أن هذه القضايا لن تتم إلا عبر مؤتمر حوار وطني. والطريق أعتقد اليوم رئيس الجمهورية قد قدم لإرضاء الأطراف الأخرى ما فيه الكفاية وبالزيادة، رغم أن موضوع الهيكلة هو واحد من مخرجات الحوار، ومع ذلك لن نكن في خصومة ولن نكن باعتراض. وما قاله الرئيس علي عبد الله صالح يوم أمس للأخ نبيل كان واضحا، وما قاله قائد الحرس وما قاله الجميع. نعم. من جانبنا نعتقد أننا قد فرشنا الورود للحوار. إذا أراد الآخرين أن يضعوا المتاعب والمصاعب هذا شأنهم، لكن علينا نحن الحريصين على البلد الذي حرصنا من اللحظات الأولى ألا تسيل قطر الدماء ويقتل اليمنيين ويغادر الرئيس علي عبد الله صالح السلطة، اليوم أيضا سنقدم أي تنازلات من أجل اليمن من أجل مصلحتي، لأن ما يجري في المحافظات الجنوبية أمر يحزننا كثيرا بل ويخيفنا. نحن هنا نتماحك في صنعاء ونتبادل الاتهامات ونترك الخرق التسع على الراقع في مكان آخر، ثم أن الجانب الأمني المنفلت تماما والوضع الاقتصادي الذي لم تحرك الحكومة فيه ساكنا هذا إن سقط سيسقط دفعة واحدة، ولا نريد اليمن أن تصل إلى تلك النقطة. نعم شكرا لك الشيخ سلطان البركاني القيادي الكبير في المؤتمر الشعبي العام. تصور نبيل من يوصف الشيخ سلطان بأنه الأعلى صوتا في المؤتمر الشعبي العام، كان بيتابع محمد منصور ونبيل وربما لاحظ بعض اهتزاز حرصا من هذا المؤتمر ومن هذا الرجل. يعني شوف لفين وصلنا، قيادات تقبل وتريد أن تقول خلاص نمضي لحوار ونمشي، وعلى الطرف الآخر لا يبدو أن في بنك ينضب من ليس فقط حتى القرارات، الاستفزاز المتنوع المتلون. ليس لا حد شيء أنه يتدخل، ليس هناك أحد لدى الطرف الآخر قدم تنازل، ليس هناك أحد. يعني الآن هم يقولون نحن بحاجة للتنازلات، نحن نريد الآن ما يتعلق بنصب التنازلات من اللواء علي محسن من أجل البلد، من عبد الوهاب الأنسي من أجل البلد، من أولاد الأحمر من أجل البلد، نريد حصتهم. الآن هم لم يقدموا أي تنازل. يعني الأزمة التي تمت هي ضرت المواطنين البسطاء وهذول الناس ما تضررش، لم يقدموا تنازل حتى في تصور الحلول. يعني نحن لا نريدهم أن يقدموا تنازل مادي. لا نريد تركز نبيل على مداخلة الشيخ سلطان، هو بيتابع الآن قيادي وتصور يبدو أن قرأ حتى مناقشة. لا رغم أنه تحليلي، احنا بنناقش تحليليا ومتاح لنا مسموح لنا أن نناقش هذا الموضوع. السياسيون العسكريون هذا موضوع قد يترجم مواقف في بيانات، ولكن أنت تعرف اليمن اليوم في هذا البرنامج لا نتوقف عند شيء بلغة تحليلية وفي نهاية المضاف وجهة نظر، ولكن هذا الصوت الذي وصف بأنه الأعلى والمتشنج لاحظ في الشهور الأخيرة سلطان البركاني يتكلم بلغة الورود وبينما لا نلبس من لكن الشيخ سلطان هو يعني الشريك الإعلامي من فترة مبكرة في كل الأزمات كنا نجده شريك للحوار. صحيح. وفقط جملته العالية تجعل الطرف الآخر دائما شعور بالاستفزاز منه. هناك قيادة مع المؤتمر الشعبي العام هي الوحيدة الآن التي تعمل على صح. يعني الشيخ سلطان البركاني يعمل، عارف الزوكا حينما ترى يجتمع بممثلين
لعمل مختلفة، برنامج يومي صغير، أطراف مختلفة. علي عبد الله صالح بكل يستقبل هذا ويناقش هذا الموضوع غيره. هذه المشكلة، أنه يعني أنا لست في المؤتمر الشعبي العام، والحقيقة لا أتمنى أن يعود المؤتمر الشعبي العام قويا كما كان، لا أتمنى أبدا. أنا لا أرى هذه، لا أريد المؤتمر أن يعود قويا ولا أن ينتهي، ولا أريد اللقاء المشترك أن يصبح قويا أكثر مما ينبغي ولا أن ينتهي. نحن بحاجة إلى أدوات يمكن من خلالها تتعلم عن التسوية بين أطراف، بين أطراف تنظيمية. هذه البلاد هي بحاجة لهذا الأمر. أنا على فكرة تأثرت نبيل بمداخلة الشيخ سلطان، وهو يكبر يوما عن يوم بصراحة لدى قواعد المؤتمر الشعبي. لا تستطيع أن تتحدث عن مواقف، أن تشطب سلطان البركاني، أو أن تفكر أين تضعه، معروف موقعه في موضوع المواقف. نعم ولكن صحيح. نعم صحيح. ولم خلال الشهر الأخير على الأقل لم نشهد أي نشاط مؤسسي حزبي إلا داخل المؤتمر الشعبي العام للأسف الشديد. الأطراف الأخرى ينصحوا المؤتمر من يكون رئيسه ومن لا يكون، يبعدوا سلطان البركاني يجيبوا حد ثاني يبعدوا. طيب السكرتير الإعلامي للرئيس العراسي قال للبي بي سي أن القرارات ليست إقالات، ليست إقالة. إقالة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ توضيح صح. في النهاية هناك قلت لك الأطراف السياسية دائما تحاول، يعني الأطراف السياسية تحاول دائما أن تحول أي قضية تسوية إلى موضوع صراعي لتكسب منه. مشكلة كبيرة. يعني لا، يعني كانوا إلى قبل سنتين يشتكون من أن الرئيس عبد الله صالح سياساته تقصي الآخرين، وهم الآن لهم سنتين لا يقبلون حتى بالنقاش، حتى النقاش يقبلوا طيب الطرف الآخر اللي مجرد أن يقول فكرته واسمعوه، يعني اسمعوا سلطان البركاني يعمل تصريح، اسمعوا البرنامج الفلاني، اسمعوا فلان فلان، اسمعوا عبد الله صالح يتكلم. لا يريدون مش فقط إقصاء بقرار إداري. وعلى فكرة أنا أختلف في جزء منها، مثلا أنا في النهاية سأنظر للنقاط كلها من مدى ما الذي يقبل أن أوصفه بهذه الطريقة. مثلا في مسألة القرارات الموجودة أنه رئيس الجمهورية يقدم التنازلات الطرف السياسي، أنا أعتقد أنه المؤتمر الشعبي العام عليه أن, 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 أن يقول لقواعده ماذا حقق لهم أيضا، ورئيس الجمهورية هو نائبهم، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام لديه قواعد في الميدان كل يوم تشعر بالضعف. قواعد المؤتمر الشعبي العام كل يوم تشعر بعدم التوجيه. أمس أنا كنت أشوفهم مع قرارة الهيكلة لا يعرفون ماذا يفعلون، يعني ما هو الموقف الذي يفعله. طبعا المؤتمر الشعبي العام في هذا الظرف ليس مطلوب منه إلا أن يتماسك هكذا، ليس مطلوب منه أكثر من ذلك. يعني حينما تنظر لتجارب الأحزاب الأخرى وأحزاب وأحزابها التي لا أود أن أقول أسألك الرحيل نبيل، لأنه ولكن احنا مرتبطين بوقت وموعد ولدينا ضيف. على المستوى الشخصي انا اسعد دائما بالحديث والحوار معك، ومن زاويه ايضا ان نفهم الناس انه هذا بلدنا واي شيء يجب ان نخضعه لتحليل، والفارق هو في المنطق، والفارق هو في الربط، والموقف في نهايه المطاف هو افضل المواقف الواضحه في مثل هذه الظروف هي الافضل. اشكرك وانا اشكرك، ولكن لا اتمنى ان اكون ضيفا دائما هنا في هذا البرنامج. لا لكن نحن نسعد، وخاصه ان نديك حتى بعض الاحيان نشطب عنصر الوقت، نستثمر علاقتنا ومحبتك لنا ومحبتنا لك، ونعرف انك دائما لا تقول لنا لا بصراحه بالمستوى الشخصي. نحن والاعداد، نحن تحليلاتك وحديثك دائما ملفت لنا وللمشاهدين. قبل ان ودع نبيل الصوفي واستقبل دكتور عبد الواحد الأنسي، اجدد شكري للقيادي الكبير الرقم احد الارقام الصعبه في المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، دخل ربما مصححا لبعض اهتزاز تحليلي لبعض وجهات نظر، ولكن دائما هذا الرجل يتمدد كل يوم في وجدان وذاكره العامه والقيادات حتى من المؤتمر الشعبي العام. بعد الفاصل إعلام الجديد في الإعلام استوديو كان